مشاهدينا في كل مكان، أهلا بكم من جديد إلى فقرة ضيف الغرفة. أيام قليلة فقط تفصلنا عن الدخول المدرسي الجديد، وهو ما قد يكون لبعض التلاميذ أمرا عاديا، أما للبعض الآخر خاصة أولئك أو الجدد أو المقبلون على امتحانات مصيرية، دخول قد يصاحبه نوع من التوتر والقلق يشخصه أخصائيون بالرهاب المدرسي، ما يستدعي تحضيرا مسبقا للتلميذ يكون للأهل دور كبير فيه. مشاهدين، للحديث أكثر حول هذا الموضوع تنضم إلينا عبر خدمة سكايب الأخصائية النفسية أمينة زردومي. أهلا بك معنا أمينة. صباح الخير عليكم أستاذة، صباح الخير على المشاهدين الكرام. صباحك سعيد وشكرا على تلبية الدعوة بداية. العفو، شكرا لكم. نعم، ممكن أمينة في البداية موضوعنا مثل ما ذكرت منذ لحظات عن الرهاب المدرسي، عن هذا التوتر والقلق الذي يصاحب التلميذ مع أي دخول مدرسي، خاصة لأولئك الجدد أو أولئك الذين هم مقبلون هذه السنة على امتحان مصيري. في بداية، ممكن كيف بإمكاننا أن نعرف هذا الرهاب؟ نعم، إذا الرهاب المدرسي كي نبداو نحكيو على الرهاب المدرسي، نتكلموا على خوف شديد اللي ينتاب تلميذ أو طالب من المدرسة، كيكون رايح للمدرسة ولا ينتابو خوف شديد أنه ما يقدرش يكمل يوم تاعو كامل في المدرسة، ويرفض أصلا فكرة أنه يجوز نهار كامل في القسم، ولا خوفا من المجهول اللي كاين في المدرسة أو عدم الوعي أنه أو اضطراب نفسي موجود عنده يسبب له في الخوف من الذهاب إلى المدرسة. نعم، ممكن هذا الرهاب يكون عند التلاميذ الجدد المقبلون على السنة الأولى بشكل أكبر، لأنهم يقضون ساعات كبيرة مع أهاليهم في المنازل، ثم يتغير محيطهم فجأة. هل بإمكاننا القول أنه يكون بشكل أكبر عند التلاميذ الجدد، أو حتى يعني اللي كان عندهم خلفية دراسية أيضا معرضون للإصابة بهذا الرهاب؟ نعم، ما نقدروش نتكلموا على الرهاب عند التلاميذ الجدد، لانهم راح تكون عندهم طبيعي انهم اي انسان يفضل لي باغو اي نتيجه ولا رده فعل انه يبكي في الايام الاولى. نتكلموا على الرهاب المدرسي عندما تفوت هذيك المده معينه طبيعي انه يقدر يتجاوز شهر ولا شهرين ولا بالك اكثر من هذيك المده، وهو دائما عنده هذاك الخوف من المدرسه ولا انه يروح للمدرسه. كما قلت لك، نتكلموا على الرهاب المدرسي عندما تفوت هذيك المرحله زمن معين طبيعي انه الانسان يتاقلم مع مجتمع جديد مع اتموسفير جديد، ما نقدروا نهضروا على الرهاب المدرسي ولا لافوبي سكولير. نعم، عادة ما يقول أو تشير الدراسات إلى أنه هذا الرهاب قد يصيب الطفل بين عمر 5 سنوات وسبعة عشرة سنة. هنا المشاهد ممكن يطرح تساؤل، يقول هل ابني اللي اعتاد على المدرسة واللي في عمره 17 سنة يمكن أن يصاب فعلا بهذا الرهاب؟ هو الطبيعي أنه يكون اضطراب نفسي إذا إنسان عنده 17 سنة ومازال دايما يخاف من هذاك الجو تاع المدرسه، ولا كما قلت لك انه يروح يقعد في المدرسه توتي جورني ولا توتي ماتيني، هذا سميوه صح رهاب، وين يتحق هذاك الانسان علاج مع اخصائي نفسي، وين يتكفل به يعالجه بالتقنيات تاع لي في الدومين تاعنا يعاونوا باش يتجاوز هذه المرحله. افون 17 ولا افون فلاج بريكوس تاع انفون بي با بارلي لا فوبي سكولير، مي ابخي كيما قلتي كمثال كانسان تاع 17 سنه ما يقدرش يقعد في ليكول، في اوتوماتيكمون كاين مشكله. نعم، ممكن خلينا نتكلم على التحضير النفسي للتلاميذ خاصة الجدد منهم، كيف يمكن اليوم للأهل تحضير أبنائهم؟ هل هناك طرق معينة يمكن للأهل استخدامها لتحضير أبنائهم لهذا الدخول المدرسي؟ نعم، الأهل عندهم دور أساسي أنهم يعاونوا أولادهم، من المعدات عندنا أن الأهل عندهم دور أساسي في نجاح المسار الدراسي تاع أولادهم. الأهل يعاونوا أولادهم أنهم ينقصوا عليهم الضغط، مبدئيا أنهم ينقصوا الضغط على أولادهم. هذوك صغار ديجا ما همش فاهمين سي كوا لا سكولاريزاسيون، معليش ولا عندهم ان بروبليم نروحوا نتاجئوا عند المختصين اللي هما يعاونونا. بصح الكبير
اللي فاهم سي كوا اون سكولاريزاسيون، اللي فاهم سي كوا المدرسه واش راهي، صافي راهي مستقبل كامل بين يديها، سي بور سا يسيبو هذاك الهلع والخوف وتتردد عليه من بعدها دي كونسيكونس بارابور لهذيك ليدي اللي عنده سي كو المدرسه هي المصير، هي المستقبل، هي جو ان غران بروجي. صحيح سي ان غران بروجي، حنايا كاهل وكمجتمع ما لازمش نضخموا من هذاك لو بوان تاع تاع لا سكولاريزاسيون، باسكو نحاولوا نوعيو ابنائنا ان هذه مدرسه نمشيو لها ايطاب باغ ايطاب، ما نزيدوش عليهم الضغط السلبي اللي اثر عليهم بطريقه سلبيه بعد لا سكولاريزاسيون وما نوصلوا لحتى نتيجه. نعم، ممكن أيام قليلة فقط تفصلنا عن الدخول المدرسي الجديد، وهي فرصة تكون للأهل لمساعدة أبنائهم وتحضيرهم بالتواصل. هنا يلعب التواصل دور كبير بين الآباء وأبنائهم، تلعب الكلمة ممكن دور كبير خلال هذه المرحلة. ممكن الأهل يستغلوا هذه المرحلة ويجعلوها فرصة أنهم يتكلموا مع أبنائهم، أنهم يحبوا هم في المدرسة، أنهم يذكروا لهم إيجابيات المدرسة. لا كومينيكاسيون ولا كيما قلتي الحوار مهم جدا في وعي الطفل ولا وعي الطالب انه اهميه المدرسه. انا وليدي كنجيبو قدامي ونفهمو سي كوا ليكول، نتحاور معاه، نبني معاه مشروع المدرسه، مشروع صحيح اني نحقق هذاك الحلم، نهيئ روحي اني المدرسه لازم لها نتابع مراحل، ما نديرلوش بطريقه سلبيه كما قلت لك، ما نخوفوش من المدرسه، نبني البروجي تاعي تاع المدرسه بطريقه صحيحه كما قلت بالحوار. الحوار مهم جدا اني نعرف نرتب اموري ونلحق الهدف، راني نخطو نلحق له بطريقه صحيحه، يخطوا لولادهم، يحاولوا يكومونيكيو معاهم، ماشي غير معاهم، مع لونتوراج تاع ليكول. انا ما نشدش غير وليدي في لافان دو جورني ندير له ان كيستيونير واش دار كاع في ليكول، جيسي دو كومونيكي مع لونتوراج تاعو اللي راهو في ليكول، كومونيكي مع الاساتذه تاعهم، كومونيكي مع الديريكتور، نشوف لو كومبورتمون تاع وليدي او سان دو ليكول كومون يتكومبورت. هذا ثاني مهم جدا، يعني الحوار ماهوش راح يشمل برك التلميذ، راح يشمل ميم لونتوراج اللي راهو يستمر في المدرسه. نعم، قلنا ممكن هذه المرحلة التي تسبق الدخول المدرسي تكون فرصة لتواصل الأهل مع أبنائهم وتحضيرهم لهذه أو لهذا الدخول، تكون فرصة أيضا لبعض الأهل لمراجعة الدروس مع أبنائهم وتحضيرهم أيضا للدخول المدرسي. متى يكون ممكن هذا، يعني متى يكون للأهل دور سلبي قد ينعكس على أبنائهم؟ متى يمارس الأهل الضغط على أبنائهم؟ يكون ضغط سلبي وقت ما نسيو نرسمو صورة على ولادنا ونحلمو، ولا مش غير نحلمو، شغل نهدفو انه هذاك وليدي يلحق للصورة اللي راني حطيتها له انا عليه، هذا يكون ضغط سلبي. انا عندي شخصيتي، وليدي عنده شخصيته، انا نسيت نوصل المعلومه لوليدي، نفهمه انه من الاحسن يكون عندك هكذا هدف هدف، ونحترم الاراء تاعو، نحترم الاهداف تاعو. يكون سلبي لما نضغط عليه ونمبوز عليه جامبوز سور لوي مون ايدي ولا ليماج اللي عندي في راسي، هذا هو يكون تاثير سلبي. لكن نمشي معاه بطريقه صحيحه ما يكونش تاثير سلبي، بالعكس راح نهدف معاه النتائج مليحه ونوصل معاه دي بروجي كاع ملاح. دونك نهضروا على السلبي لما تكون الفكره اصلا سلبيه عند والدين، ويحاولوا يضغطوا على ولادهم، يحاولوا يصبوا بهم الصوره اللي هي في راسهم، وهي مستحيل ان ولادك راح يخرج الصوره طبق الاصل على راك انت واش راسك في راسك. انا نهضر هكا كوتي سيكولوجيك على واش راني نشوف في المجال تاعنا، انه بعض الاولياء يحاولوا يرسموا صوره على ولادهم ويضغطوا عليهم باش برك يلحقوا لهذيك الصوره اللي راهم حابينهم هما. نعم أمينة. أمينة، ممكن موضوعنا يبقى دائما حول الرهاب المدرسي. المشاهدين ممكن يتساءلوا يقولوا كيف بإمكاني اليوم أنا معرفة أنه ابني يعاني من رهاب مدرسي؟ هل هناك أعراض ممكن تظهر على هذا الطفل من خلالها بإمكان الأهل معرفة أنه أبنائهم عندهم رهاب مدرسي؟ أكيد كما قلت طبيعي انه طون نورمال كي يروح ليكول بوغ لا بروميير فوا سي اوتوماتيك راح يبكي، سي اوتوماتيك راح
يدير شويه هذوك لي ثاني سو باسكو سي ان ديتاشمون، راهو جبد روحو كان عايش في ان مود دو في مع يماه توت لا جورني، ولا مع لا كغون مير، ولا مع لي كغون بارون توت لا جورني، سودان كو يلاقي روحو في ان انتوراج جديد، مجتمع جديد، محيط جديد، ناس جدد، سي اوتوماتيكمون يخاف. يكون روحو في المدرسي لما يطول هذوك لي سيمبتوم اللي عند هذاك لونفون وين يعود يرفيزي الغوصي كاتيغوريكمون انه يروح ليكول ويولي عنده اعراض منهم الغثيان، يولي يتقيلنا، يولي دي فوا يدوخ، يولي يطيح فغيمون مالاد، يظهر عليه اعراض جسمانيه وين صح يطيح مريض جوست باش ما يروحش ليكول. مالوروزمون دي فوا لي بارون يفهموها بالسلبي، يقول لك يفيد دو لا كوميدي ولا يتشش باش يروح، هو لا هي صح حقيقه راهي اعراض تاع الرهاب المدرسي. انا ننصح الاولياء كي يشوفوا هذه الاعراض يلجؤوا للمختصين باش يشوفوا سيكو لو بروبليم. نعم، ممكن للمدرسة أيضا دور في اكتشاف هذا الرهاب. أكيد المعلمين ثاني كي يشوفوا أن أنفون ولا تلميذ عندهم يتكونبورت با نورمالمون كيما كاع لي زامي تاعو ولا لي كوليك تاعو، سي أوتوماتيكمون يفون سينيالي هاد لو بروبليم، وراح يتكلموا مع الأولياء ولا يخبروا الأولياء أن وليدك إلا غيبا سويفغ أون سكولاريزاسيون نورمال في لو بروبليم ولا لا فوبي سكولار اللي عنده. نعم أمينة، نبقى دائما مع التحضير للدخول المدرسي، تحضير الأهل لأبنائهم، نتكلم دائما على الرهاب المدرسي. ممكن هناك بعض أو فئة معينة من الأهل يحضرون أبنائهم من حيث المراجعة، يشروا لهم الأدوات ما إلى ذلك، لكن يغفلون دائما الجانب النفسي. اليوم ممكن الطفل هذا الذي يعاني من رهاب مدرسي، هل يمكن أنه يتأثر بشكل أكبر إذا تم إغفال هذا الجانب النفسي؟ أكيد أي حاجة سلبية نتيجة تاعها راح تكون سلبية. ديجا على باز الإنسان اللي عنده فوبي سكولار راهو ديجا عنده أن بروبليم سيشيك، سي أوتوماتيكمون ما نزيدوش عليه حنايا بالضبط. مليح كي نبريباري مع وليدي أون سكولاريزاسيون، ندير معاه أن بروجي وين يوصل الأهداف في لافان دو لاني، سي بيان، مي لازم تكون بطريقة صحيحة. إذا أنا وليدي ولا بنتي عندها أن ديزيكيليبغ ماهوش إيكيليبغي في لاباري سيشيك تاعو، ونزيد عليه الضغط هذاك، سي أوتوماتيكمون راح يكون نتيجة عكسية على واش راني نحب. دونك مليح كي نبريباري وليدي في الكوتي بيداغوجيك، ونزيد نبريباري الكوتي سيكولوجيك كيما قلتي، نحاول نتحاور معاه، نحاول نفهم سي كوا لو بروبليم اذا عنده ان بروبليم. كوتي بيداغوجيك مليح نحضر، بصح نحضر بطريقه ايجابيه، ماشي نرفد وليدو نشري له كاع لي بروغرام تاع لاني بروشين ولا لاني اللي جايه، ونبريباري معاه لي زيكزارسيس وكامل، وهو كي يخرج من هذيك الساعه تاع لا بريباراسيون معايا ولا لا جورني ما هو مستوعب والو، ما هوش فاهم والو، باسكو على باز يا ديجا ان بروبليم. دونك من الاحسن ان نكفلو الجانب النفسي عندما نلقاو مشكل عند الابن تاعنا ولو بسيط. انا قلت لك يا دي سيمبتوم يبانو انه وليدي راهو عنده ان ديزيكيليبغ بسيكولوجيك، سي اوتوماتيكمون من الاحسن نلتجأ المختصين هما يوعوني ولا يفهموني على واش راني لازم نكفل بوليدي بهذا الكوتي. لامبورطونس دو لا بريز اون شارج سيكولوجيك الي فريمون انديسبونسابل عند لي باسيون ولا لي جون كي اون فوبي سكولير. نعم، ممكن خلينا في الختام نبقى دائما مع النصائح. ما هي ممكن النصائح التي تقدمينها كأخصائية نفسانية للأهل اللي عندهم أبنائهم مقبلون على دخول مدرسي، سواء من حيث طريقة المراجعة التي يجب أن تكون وفق معايير معينة، وأيضا لتفادي الرهاب المدرسي؟ أكيد أول حاجة ديجا نبدأ بها في النصائح أن يقول الأولياء حاولوا توفروا الجو المناسب لأولادكم، العائلة تاعكم حاولوا توفروا لهم الجو المناسب. التلميذ تاعي ولا وليدي كي يدخل الدار من الأحسن يلقى جو يساعدو أنه يراجع، أنه يهتم بالدراسة تاعه. الأولياء يكومينيكيو مع أولادهم، يفهموا منهم واش حبوا، يسيو أوكيبي وقت أولادهم بحاجة إيجابية، يشغلوا وقته بحاجة إيجابية، يستغل كاع المهارات تاعو بطريقة إيجابية، يسيو يكومينيكي معاه إلا عن بروبليم، يسيو يفهم سكوا لو بروبليم، يراجع معاه كيما قلنا. يسيي يوفر له كاع لاتموسفير اللي يساعدو انه ينجح. هذه باغمي لي برانسيب مع الابن تاعنا. يسيي ثاني مع لاتوراج تاعو في لاسكولاريزاسيون كيما قلت لك، يسيي يتحاور مع ليكول، دايما يكون اون كونتاكت مع لونتوراج تاعو تاع ليكول، ماشي انا نرفد غير وليدي ندير معاه اهداف ومن بعد السلام عليكم، لي موراها كاع ما نحوش.
هذا هو نصائح نقدمها للباغون، نصائح نقدمها للتيجون لوينام، نقول له ضغط نفسي، حاول تريتيش، ما تدخلش في اللعب انك اذا ما قدرتش تروح عند انتغافيس ولا اللي راح يتكفل بيك، حاول انت انك تقوم تخدم على روحك، تقلل من هذاك الضغط النفسي اللي عليك، حاول تفهم تكوا تكوا لي زوبجيكتيف تاعك وشنو اهدافك اللي راك حاب تحققهم، كبر بروجي، تراجع بطريقه ذكيه، ما تراجعش بطريقه خاطئه انك ترفد باش تراجع كي تخرج من لافين تاع لا سيونس تاعك ما راك فاهم والو، سي تاني توكيبي الوقت تاعك، سي تحاور، سي تناقش في اي موضوع فلو، سي تبريباري لي دوكيمون تاعك، كتبهم تمونسيوني، ولا عندك حاجه ماشي مفهومه كي تدخل ليكول راك ديجا في لافونس، كي تكون راجعت راك ديجا عندك التقية بارابول لي كاميرا تاعك ولا دوطخ بيرسون لي نتا باسكو راك راجعت، حاول تمونسيوني كاع لي بوان لي ما فهمتهمش باش كي تدخل تزيد تو اكليرتيغ لي شوز وتزيد تبني اهداف جيدة. نعم 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 أمينة، هل من نصائح أخرى ممكن؟ أنا ثاني بارابول لي زونسينيون أنا نقولهم أشاك فوا يكون توجور سينيالي، أي مهما يكون المشكل ولو بسيط إسيي دو سينيالي، ما تخليوش المشكل يتضخم ولا يكبر، باسكو أن بتي سيمبتوم يقدر يصوبي لنا شحال من تخوبل، كي نرفدو لا بريز أون شارج بريكوس، يعني العلاج كي يكون طفل صغير بارابور لي كي يكون طفل ولا مراهق، من الأحسن نرفدو لا بريز أون شارج كي يكون طفل صغير، تما راح تساعدنا اننا ريكوبيريو هذاك لو باسيون بلو فاسيلمون، ما نخليهش هو صغير الى دي سيمبتوم دو فو دي سكولير ولا عنده رفض للمدرسه، ومن بعد كي يلحق الشام ولا ليسي باش نسينيالي هذاك لو بروبليم، لا ريكوبيراسيون ولا استرجاع هذاك الحاله راح تكون صعيبه من ان نسترجعو كي يكون صغير، يعني انا من الاحسن نطلب من المدير ولا الاستاذه ولا اي انسان في هذيك المدرسه عنده دور ولو بسيط، كي يلاحظ اي شيء بسيط عند هذاك التلميذ من الاحسن يسينيالي، مهما كان لي بارون تاعنا راهم متقبلين للحوار، راهم متقبلين لاي حاجه الان سي دي تاي في ولادهم، من الاحسن يسينيالي فور سوفي بوكو دو بيرسون ان شاء الله. ان شاء الله، وبدورنا ممكن نتمنى دخول مدرسي جيد لكل التلاميذ ويكون بعيد عن الرهاب المدرسي. أمينة زردومي الأخصائية النفسية، شكرا على تدخلك معنا وعلى كل هذه النصائح. مشاهدينا إلى هنا أصل وإياكم إلى ختام فقرة ضيف الغرفة من غرفة أخبار قناة البلاد، بقيت فقراتنا متواصلة لكن بعد الفاصل.